ولمزيد من الحديث والنقاش عن تداعيات حادثة مرفأ بيروت على المستويين الداخلي والإقليمي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من طرابلس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور مازن شندب. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. لبنان الذي يعرفه الجميع يعني يتعرض إلى كارثة كبيرة ويتعرض إلى أو أنه قد انتهى كما عبرت السفيرة اللبنانية لدى الأردن عندما قدمت استقالتها. هل الأمر متعلق بتفجير أو أزمة اقتصادية أم أن الأمر يتعلق بمنظومة سياسية هي التي أجهزت على لبنان؟ يعني في حقيقة الأمر إذا تتبعنا أحداث لبنان منذ عام 2005 وحتى اليوم نجد أن لبنان يعني يعيش النكبة تلو النكبة والأزمة تلو الأزمة منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يعني كان في اعتقاد اللبنانيين بأن لبنان يجب أن ينهض، وخصوصا أنه انتصر، يعني هو البلد الوحيد الذي انتصر على العدو الإسرائيلي عام 2000. لكن للأسف على لسان كل لبناني أن لبنان مبتلى بسياسييه الفاسدين، يعني على كل المستويات سواء على صعيد الإدارة العامة أم على صعيد السلطة السياسية. وبالتالي أصبح كل لبناني يرى بأن كل مسؤول سياسي لا يشبه لا لبنان ولا اللبناني، يعني هذا اللبنان الذي تغنى به كل العرب ونظمت فيه القصائد وكتبت فيه المعلقات يبدو للأسف، يعني وهذه حقيقة، يعني حتى الفكر المقاوم الذي عشعش في لبنان بات يعني أصبح عند كثير من اللبنانيين لعنة. يعني أنت لو تسمع اليوم كلام اللبنانيين في الشارع السني والشيعي والمسيحي أصبحوا يطلبون من ماكرون أن يعود الانتداب الفرنسي إلى لبنان، هو أرحم من فساد اللبنانيين. يعني المسألة لا تحتاج إلى الكثير من التحليل السياسي، بكل بساطة هذه هي وقاحة الواقع اللبناني. لأجل كل ذلك دكتور يجب أن يكون القرار بيد الشعب هذه المرة، بمعنى أن الشعب الآن غاضب جدا وأطلق حتى عناوين يعني غاضبة مثل يوم الحساب وغيره على المظاهرات التي يقوم بها وسيقوم بها لاحقا. السؤال الآن عن مستقبل لبنان خلال الأيام والأسابيع القادمة، بين الشارع غاضب، بين مدينة منهارة، بين حكومة وأحزاب وطوائف كلها لم تقم بما يجب عليها تجاه لبنان ولا سيما بعد الكارثة. يعني أنا أعتقد ما حصل في هذا التفجير اللغز، أنا أسميه اللغز، الذي حصل في أهم مرافق الشرق الأوسط وهو مرفأ بيروت، يعني طبعا هذا الانفجار يعني يطرح أكثر من مقاربة، لكن المقاربة الأولى التي يطرحها والتي تشكل صدم ووجع للبناني هو حجم الفساد الذي أرخى بظلاله من خلال السر الذي وقف وراء هذه المواد المتفجرة وما قبلها وما خلفها من أسلحة وذخيرة ربما موجودة في المطار. يعني أنا أعتقد أن لبنان دخل في العصر الدولي. المجتمع الدولي اليوم يقدم للبنان، للدولة اللبنانية، ولا أقول للشعب اللبناني، لأن المجتمع الدولي متسلح بإرادة الشعب اللبناني. المجتمع الدولي يطرح أمام النظام اللبناني الجزرة والعصا. من جهة غدا هناك مؤتمر دولي لمساعدة لبنان، ومن جهة أخرى يبدو أن هناك غرفة عمليات دولية لوضع لبنان تحت المجهر. ربما تسألوني ماذا يريد المجتمع الدولي من لبنان؟ المسألة مرتبطة بحزب الله وبسلاح حزب الله. يعني ما قبل أربع آب نعم كان اهتمام المجتمع الدولي منصب على سلاح حزب الله، خصوصا أن هناك مقولة في لبنان أنه لولا حزب الله لما اهتم لا العرب ولا العجم ولا الغرب ولا الغرب في لبنان. لكن بعد أربع آب أنا أعتقد أن معايير التدخل السياسي وغير السياسي الدولي في لبنان غير مرتبطة فقط بسلاح حزب الله، مرتبطة بلبنان المسيحي، لبنان الماروني، لبنان الدول الغربية الأوروبية التي لها مصالح عبر لبنان وفي لبنان
وبالتالي دخل لبنان الخارطة الاستراتيجية والجيوسياسية لكل الأقطاب الدوليين من دول عظمى ودول كبرى حول العالم. نعم، أشكرك جزيلا دكتور مازن شندب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية.